صباح الخير لكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا بالاستاذ جمال الدين السديدي المستشار التربوي والاسري اللي دائما مرافقنا في الفقره الخاصه بالطفل في اللقاء المفتوح. صباح الخير. صباح النور للهنا. اهلا وسهلا. اذا دائما اكيد المستمعين راهم ضيوف شرفنا في هذه الفقره، هذه رقمنا هو 0537709539، ولكن دائما عندنا موضوع اللي كان هو نقترحه على المستمعين. اليوم جبتينا واحد الموضوع زوين، واللي هو كيفاش الطفل أو الطفلة أو الابنة أو الابنة يكونوا معجبين بالآباء ديالهم. أنا كان أعتقد بأنه ممكن تصحح لي، حتى لسن 3 سنين أو 4 سنين راه الطفل كيشوف غير باه وموه هما القدوة، من بعد الله أعلم. أكيد كيعتبروهم ملائكة. نعم. ولهذا تنقولوا دائما الآباء والأمهات حتى 6 سنين يعني ينتابهوا يكونوا قدوة، وأنه حتى يصحوا يعني ذاك التراكمات اللي كانت قبل. نعم. إذن صحيح لهنا أنهم راه تيشوفوش يشوفها كبيرة، ومع ذلك تستمر الحياة. وكنبغيو ذاك الإعجاب يتزاد، حيث من بعد 7 سنين تيخرج الولد عالم آخر، عالم آخر، يعني المؤسسة التربوية ابتداء من الروض. إذن كيبدي كيشوف ناس أخرين، يمكن يقتدي بهم حتى هما، كيبدي يبان الإعجاب، يتعلق بالمعلمة. أكيد. يتعلق. نعم. أكيد. إذن كنتابه هنا تبدأ ردود الفعل. منين جبتي هذه؟ احنا عمرنا ما درنا. وعلاش قلنا احنا هذه المهمه؟ ان بغيت انا ولدي يعجب بي. حيت الاعجاب الى شي واحد درتي ليه الاعجاب، من بعده تيكون الحب. كنتي معجب بشي انسان غتحبه، والا حبيتيه اكيد انك غتقلده. هذه مهمه جدا. اذا هنا احنا كناكدوا عليها، نجعلوا ولادنا يبغيونا هكا. الإعجاب يكون كاينين بعض الشروط، بعض النقاط كنهضرنا عليهم متفرقين. أول شرط، واللي فابور وفي صالحك، اللي هو الابتسامة. هذا مع كل شيء، مع كل شيء. فما بالك مع الأولاد ديالك. الدور ديال الابتسامة كتعطي الطاقة ديالك، كتضعفها ب 14 مرة وكتمرر لولدك طاقة إيجابية. وقلنا إحنا الابتسامة، إلا ابتسمتي لشي حد في الدين ديالنا صدقة، وإلا ابتسمتي لشي حد عندك علاقة به، ولادك، يزداد العشق بينكم. ما نقولوش راه غيتصرعوا عليا، لا شافوني دائما بشوش وضح، ماشي الضحك يعني ضحك الترتيل، ولكن ابتسامة الباش الوجه البشوش. لا شوفي، هذيك نخافهم يتصرعوا ما كايناش، حيت يكونوا الضوابط. ضروري من الضوابط والمرونه. نعم. حنا دائما تناكدوا عليها، غايقول لك غنخليوها مفتوحه غيولي صداع. لا ضروري من الاحترام، الاحترام انت كدوزوا لي كلشي بالتوازن. بالتوازن. وتنقولوا حنا في اي حركه بسيطه تنطلب من ولدي، واش ممكن تمد لي هذه، واش ممكن تعطي الاخ ديالك، كنعلموا الاحترام. كنحترموا، ما كنحترموا كنقدروا. ما يمكنش يتجاوز هو هذه العلاقه. وقلنا وإلا ابتسمتي لشي حد بينك وبينه شنآن، يشعر بقوتك. والحاجة الثانية وأكدنا عليها مرارا، هي الإنصات. نعم. وأنا كنتذكر على هذه الحويجات لالا هنا. نعم. إلا جات شي مكالمة ماشي مستمع نسبقه هو الأول. لأن حنا كنبغيو نكملوا الفكرة. الفكرة الإنصات. قلنا بالنسبة للإنصات ما تكثرش الهضرة معاهم، حيت كتبقى تهضر والنصائح والوعظ. لا لا لا، أنصت. ما تآمرش. وما تآمرش، تصنت كيفاش كيفكروا. الإنصات ما تقاطعهمش. الإنصات كنخصو به، راه كاين السمع والاستماع والإنصات. الإنصات أنك تتفاعل وأنك تستشعر شعورهم وما تسفاش الأفكار ديالهم، هذا هو الإنصات. ويكون كيحس بالأمان وبأنك على بساطتها تلك الأفكار. بساطتها، ولكن مهمة بالنسبة لي هو المنظور دياله، يعني ما تسفهاش. إذا الإنصات مهم جدا. كذلك التشجيع. خصني على الأقل 50 مرة. ربما شي واحد يقول لك 50 مرة بزاف، راه قلت ليه تبارك الله عليك شحال تاخذ لك؟ قل من ثانية. يعني في دقيقة راه 60 تشجيع. إذا التشجيع والضمة والقبال مهمة جدا. ديك تبارك الله عليك، زيد كثر، برافو، برافو، ما شاء الله عليك. لا لا، أنت قادر دير حسن. هادشي راه غير يلا بديتي. يا سلام. والتشابك بالأيدي، يعني تقبط ليه مرة مرة في يدو، واحد 4 دقائق 5 دقائق، تيحس بالدفء الولد ديالنا. ونخصو وقت معين هنا باش كتهم كتبان واش انت واخد المسائل بجديه في التربيه ديال الاولاد ديالك، يعني وقت خصيصا للاولاد للاطفال. نشوفوا نعيمه من كناس ماذا تقول وماذا ستطرح من سؤال. مرحبا بك لاله نعيمه. اهلا، السلام عليكم. الله يبارك. السلام ورحمه الله. سلام دكتور جمال الدين السديدي. مرحبا لاله نعيمه. حاولت مرارا باش نتصل بكم، الحمد لله هذا الصباح. مرحبا بك لاله. مرحبا بك لاله، شرف، تفضلي. عندي البنيته في عمرها 14 عام. تبارك الله.
البنت بينها وبين اختها تاع سنين ونص. الكبيرة؟ الصغيرة تاع سنين ونص، الكبيرة 14 عام. كانت خلقات كانت أليغي وهذا مع المرض والفشوش، وديك الرعاية كانت عندنا زايدة بها، دايما حاضينا، دايما لحظة دايما لحظة دايما لحظة. دابا البنيتة الصغيرة عندها 9 سنين ونص، يعني بيناتهم واحد ربع سنين تقريبا. لا البنت الصغيرة فيها 6 سنين، عندهم 9 سنين ونص ديال الفرق، ديال الفرق يعني عندها 6 سنين. 6 سنين ايه واضح بيناتهم. هادي واحد المهم البنت باسله يعني لواحد الدرجه اللي ما تصورش، ما تحشمش ما تحشمش لواحد الدرجه اللي ما تصورش. نعم. ترد الهضره عليا، تهد الهضره على باها، كنت كنضربها. نعم. كنت كنضربها، كنت كنعايرها، كنسبها، كنقول لها انت ما مربياش. كنت كنقول هذا لهاد الهضور هذا، يعني من صغرها لا من وقتاش من صغرها مزيان هادشي من صغرها، وهي هي ترى بها. انا كنقول خاسره، كتقول لي شمره، كنقول انت ربيتيني. نعم تبارك الله عليها. شوف لالا نعيمه جاوباتك واحد القديمه فهمتهاش انا مزيان، قلت كاين الفشوش وفي نفس الوقت كاين الضرب والسب، هنا راه ما مقادينش. ما مقادينش يعني كيف؟ زيدي اشرحي لينا نفهموا. دابا هادي عامين البنت هذه تجعرات من رمضة لهنا، البنت صافي خسرات. بمعنى خسرات مرهقة. البنت كانوا عندها دكتور اسمح لي، البنت كانوا عندها صحاباتها، وقع شي مشكل وفرقناها عليهم. في رمضان عندنا لا ريزيدونس فيها الجرادي وداك الشيء كيقصروا، كيقولوا راهم قبالتنا، يعني قبالت عيني ما كاين حتى شي حاجه. نعم. كاين سولت شي واحد من العائله، قلت لها اختي راه رجاء شنو ما عرفتش مالها تبدلات وهذا، قالت لي كتبغي شي واحد هو ما تيبغيهاش. مؤخرا شنها تضرب يديها. كيفاش كتضرب يديها؟ تضرب يديها بالجنوي ولا بزيزوار ولا تضرب يديها تجرحهم. القرايه ما بقاش كتهتم بها، كتصوتي لي غوبا، ما كتبقاش ما بقاتش تاكل، ما كتاكلش. التليفون ما تتحطوش من يديها واخا ما تنعمرو لهاش. ما مرتاحاش في الدار، البنت خصها غير تخرج. هذا الزوج ديالك اللي معاك؟ اييه. نعم والحمد لله بعدا مني كاين هذا التلاحم هذا باش تكون واحد ان شاء الله تجاوزوا. شفتوا مشينا للمدرسه قلنا لهم اشنو اشنو اشنو؟ قال لك راه عندنا طبيب تيبدا معنا في اكتوبر. غيت لها هضر معاها، المهم هي عنيده تدير الضد، تتبغي تتحدانا. مؤخرا ما بقاتش كتجلس في الدار، كتبغي تخرج بزاف، ولو عارفينها فين كتمشي وداك الشيء، ولكن المشكل ديال الجراح وديال الضرب وديال هذا. ملي تلاقينا مع الطبيب هذا السيمانه اللي دازت، قال لك هذا من العلامات ديال بوغدولاي ولا شنو، قال لي شي، قال لنا شي حاجه شي اسم بحال هكا. شنو الحل اللي عطاكم؟ قال لك خصها جلسات. اذا خصها جلسات. الكذوب الكذوب الكذوب. كنقول لها بنتي احنا ماشي من الصفات ديالنا، احنا ما عندناش، قد ما احنا معقولين قد ما هي ما معقولاش. لالا نعيمه. سيدي دابا هي خاص فعلا خاصها جلسات. ماشي جلسات بزاف، راه ممكن غير جوج جلسات ثلاثه ويتحل المشكل، حيت هنا بزاف د الحوايج تضافوا. اولا اسمح لي يا دكتور. لا 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 نعيمه، هذا الطبيب قال لي، قال لي يمكن توصل 18 عام وتمشي تعطى المخدرات، وتمك انا ما بقاليش العقل، ما بقاليش العقل يعني بصفه نهائيه. هذا افتراض. لا لا نعيمه هذا افتراض، غير افتراض، غير افتراض. شوفي لا لا نعيمه، قال لك اكيد، قال لك راه قدرت تاخذ المخدرات. انا نعطيك انا حاجه ما اكيد، نعطيك الحاجه اللي اكيده. أيه. الحاجه اللي اكيده وبالمطلق هي ديال النبي عليه الصلاه والسلام، قال ما تفاءلوا بالخير تجدوا. انا بنتي ما غيوقع لها والو، يكون عندك اليقين تخدمي عليها باذن الله، انا بنتي ما غيوقع لها لا والو، ولكن كنبذل مجهود. شنو هو المجهود اللي كنبذلها لالا نعيمه؟ حاولي تقربي لبنتك. هي في واحد شي مره دكتور اسمح لي الله يرحم والديك، شي مره كتقول لي ابنتي علي الشيطان، ابنتي خصك تقراي على راسك، احنا من داك بنادم اللي كيبقى ينقر خصك تقراي خصك ديري خصك ديري، احنا يلاه تكلمنا عليه ما تعطيوش الاوامر. إذن ممكن شوفي لالا نعيمة، إذن إلا كنتي عارفة كيفاش كتصرفي كيمكن تغيري التصرف ديالك، حيت دابا بزاف النقط عطيهم لالا نعيمة. بدينا تنغيروا، لأن الطبيب قال لنا خصكم تهبطوا حتى لدو دوغري، قال لك ما تهبطوش لزيرو دوغري ولكن تهبطوا حتى لدو دوغري. شنقول لها بنتي الله يهديك ما ديريش في راسك. واحد القضية دكتور، حنا لقيتها لابسة كتاف في يديها بلونجلي، أنا وحيدة. نعم وحيده هي زيزوار، زيزوار كتبها، كتبها بلونجلي. بلونجلي. هي محتاجه. شي مره كنقول لها ماما الله يهديك، يقول لي انت ماشي ماما، انا ما عندي حد، انا غير بوحديتي، انا بنت الله، وحاولت تنتحر شي دو فوا ولا تخوا فوا.
إوا لالا نعيمة باش ما نكملوش خاصها جلسة. ولكن في نفس الوقت في انتظار ديري جلسة مع شي أخصائي، الحاجة اللي نطلبوا منك لالا نعيمة بدلي طريقة التعامل معها. هاد الهضرة اللي كتقولي لها راه ما تعطيش، ما لا ما تعطي أوامر، ما تعطي نصائح، ما تعطي الوعد. هاد الساعة عندنا هدف بسيط صغير، تصحي العلاقة بينك وبين بنتك. بنتك كتحس بأنها وحيدة، ومن حسن حظ أن قالت لكم باش كتحس. إذن خصنا نحسنوا هاد العلاقة. باش كنحسنوها كتعبر، ماشي ما كتعبر، مهمة جدا. ما تخافيش على لالا نعيمة، لكن في قرارة نفسك. أنا بقيت نكررها، تفائلي خير، تفائلي خير، ما غيوقع والو لبنتي. وهي أوتاد بزاف الحوايج عطيتي أنهم عاديين في المراهقة ديال العناد. الحاجة اللي حنا دابا اللي ما مقبولاش هي هاد اللي كتضرب يديها. يعني وصلت لواحد المستوى ما مقبولش، كتأذي نفسها، خصها الوسيط. كتأذي نفسها وكتكتب شي مرات، كتكتب الشعر شي مرات تتقاعد. ايوا شجعي على انها تكتب الشعر، ولكن ماشي في يديها. لا، كتكتبو في ليكاي وكتكتب على الهضره، على الحب، على لي دروغ، على الانتحار، على وكتقرا كتبه ديال هذا الشيء لالا نعيمه بنتك خاصها جلسه، ولكن في انتظار الجلسه انت غير انت والزوج ديالك. بعدا قلت لك انا حسن الظن في البنت ديالي، راه ما غيوقع ليها والو. ما عرفتش واش بغات تمشي لهم بعدا عند الاخصائي. ما بغاتش يرحم والديك، فكرتيني. ما بغات. انا حاولت نتصل بكم للمركز، قلت زعما نجيبها، وساكي غندير لها نجيبها لعندكم المركز. الحل اللي عندنا الاولاني، صحي العلاقه بينك وبينها. شنو الطريقه اللي نحاولوا يا دكتور؟ شنو الطريقه اللي عندك لالا نعيمه؟ إيه؟ انا قلت لك حسن الظن باش انت بعدا تكوني مقاده، يكون عندك التوازن. مزيان، ما بقاش عندنا توازن والو. لا، في ديك التوازن انا بخير وبنتي ما غنتخلاش عليها، وانت باغيه الخير. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. وكان اكثر من هاد البنت ديالك، اكثر من هاد الحاله، وغيرناهم بسهوله في جلسه وحده. نعم، الله يرحم والدي يا دكتور. ما كنقول ليها بنتي يلا نمشيو عند الطبيب وهذا، انا ما مريضاش. كتقول لي واش باغا ترديني مريضه بزز؟ انا راني ما مريضاش. شنو تقول لها باش تقنعها؟ الحاجه اللي تقولي ليها دابا، ما تهضريش على الطبيب ولا اخصائي ابدا. عندك واحد الاسبوع حتى لجوج الاسابيع حسني العلاقه لالا نعيمه فقط. هدف واحد، كيفاش نحسن العلاقه؟ تمشي عند الاخصائي يوجهها. اه، مثلا نعيمه انت خاصك جلسه، انت اجي. انا خصني جلسه. انت جلسه وتحل المشكل مع بنتك. حيت هي حاجه واحده اللي ما تنسيهاش، مهمه جدا، هي انها طفله عندك تنسيها، وانت مربيه. انا اللي نقدر ندير ليها المظاهرات ديال المجرد، ونشكل العجينه بسهوله جدا. لالا نعيمه القرايه عندها 9، ما نهضرش على القرايه. ما تهضريش على القرايه دابا، تعتقي بنتك هو الاول، والقرايه غتجيب وحدها. هدف جايه لاحقين. جايه ان شاء الله. الهدف الاولاني البسيط، نحسن علاقتي مع بنتي. باش نحسن علاقتي مع بنتي، نهضر معها غير في الاهتمام ديالها، وما نبقاش ننتبه. انت بوحدك، انت عندك رد فعل، لا كنت غافل على السلوك اللي قبيح، وانت ما شاء الله الغزاله ديالي الحبيبه، واش بغيتي تشربي، واش تغدي، بحال ما كاين والو نهائيا. هذه قوتك لالا نعيمه. ولكن ضروري ان نعيمه هي نعيمه خصك تجي باش تعرفي الطريقه باذن الله. جلسه وخصها تعرف الشروط مرحبا كيفاش المعايير ديال التعامل. شكرا سيده نعيمه من مكناس. ناخذ فاطمه من سلا. لالا فاطمه مرحبا. صباح الخير لالا. صباح النور، مرحبا، تفضل. صباح الخير دكتور. مرحبا لالا فاطمه. انا بغيت نهضر لكم على واحد وليد عنده 10 سنين ولدي. عنده شويه الخوف من المدرسه، كيخاف وكينسى الدروس ديالو، ما عندوش الثقه في نفسه، ديما خايف، ما كيبغيش يمشي للمدرسه. كيقول لي الاستاذه كضرب الدراري، كتلوح عليهم بالتيو، انا كيجيني الخوف. وديما خصو يعتمد على خوف الدروس، يعتمد عليه منين يخرج في اي حاجه، خصو يعتمد. المهم خا كبر منه، خا عنده 13 سنه. ودابا ديما معتمد غير على خوه. وديما عنده هذا الخوف، ديما الخوف من المدرسه. ملي كنكون غادا به المدرسه ديما يدو عرقانين، كرشو كضرو. وهذه هذه الحالات راه طبيعيه. الا كان الاستاذ كيهز التيو كيضرب، كيمكن الاستاذ يكون تيضرب، ويمكن في الدار حنا تنخوفوه من هذيك المدرسه. الطريقه باش كنهضروا على المدرسه كتجعل هذا الخوف يتربى في الولد ديالنا. دابا شنو نطلب منا؟ اولا راه حنا كررناها مرارا، الولد ديالك ما عندوش الثقه في النفس، بمعنى انه ما تيقدرش ذاته. باش يقدر ذاته حنا بعدا نقدروه البطل، انت متميز. ونطلبوا منه الى قبل لك أن يوقف دائما قدام المراية. شنو الاسم ديالو؟ سميتو يونس. سيونس، أنا كنحماق عليك، الله يحفظك، تبارك الله عليك. ويغوت، نعطيه واحد الجملة من يقولها يغوت بصوت عالي يوميا. ياس أنا واعر يوميا. تبارك الله عليا دائما. شي هواية، المسرح، الموسيقى، حنا ما نكرهوش شي رياضة ولا شي عمل جماعي. هو عنده الهواية ديال الرسم، كنعطيه مهمة.
لا ولكن حنا بغينا شي عمل لالا فاطمه. نعم سيدي. ثقه في النفس محتاجه. سلا دي غير لدار الشباب راه كيديروا هاد لي زاتولي يكون مع الاطفال. خصو يكون مع الاطفال. مع الاطفال. هذه مهمه هذيك روح الفريق باش يبدا يقدر ذاته. اذا كاينين جمعيات في سلا راه عطاهم. كاين موجود موجود. اذا قلبي على الجمعيات اللي قريبه للسكنه ديالك. شي لدار الشباب. دار الشباب مباشره تلقى فيها كلشي. دار المشكل النسيان اللي كينسى ليا الدروس كيحسبهم دابا يومين كينسى كلشي الدروس. انت شوفي منين نبغي نقرا؟ نعم انا نبغي نقرا دابا غير بشي بعدا تكون علاقتك طيبه معاه. واش عندك علاقه طيبه؟ واش كتضربي؟ واش كتغوتي؟ واش ما كنغوتش عليه، بالعكس هو اللي نسشه شويه كنعملو مزيان، ما عمرني نقصت له شي حاجه، كنحاول ما امكن باش ما يحسش بالخوف حتى في الدار ولا في شي حاجه كنخرجوا المهم دايره المستحيل معاه باش يكون مزيان. لا لا فاطمه مني كنجي نقرا انا راه كاين شروط باش كنكون انا متوازن، قلناها مرارا وغنبدا نكرروها في كل حلقه، ان خص الاسترخاء، خص الدماغ يوصلوا الاكسجين. الاسترخاء هو التنفس البطيء، كندخل الهواء من الانف ديالي كنحبسو باش يطلع الدماغ ديالي وتنخرجو ضعف المده اللي دخلتها بالانف اربعه المرات. من بعد كيبدا يدير الايحاءات الايجابيه، بمعنى تيقول انا تبارك الله عليا انا استطيع انا قادر. على الاقل اربعه الايحاءات انا واعر. حنا ديما تنهضروا بلغه ايجابيه. والحاجه الثالثه راه باقي يلاه باش غندخل انا في القرايه ديالي، الحاجه الثالثه نتفكر شي نقطه او نفكروا انا في شي نقطه، جاب شي نقطه رائعه في شي ماده في اي مستوى من بيت الاول وعقل عليها. من يعقل عليها قول لي باش كتشعر، خاص يستدعي نفس الشعور اللي كان عنده، ديك الشعور بالرضا وانا فرحان. ملي قبلت الكتاب تقول له واش عقلتي نهار جبتي مثلا 15 ولا 16 ولا 17 ولا هذا بهذا كيحاول يجيب نقطه مزيانه، ومني كيجيب 10 على 10 كيجي في الطريق فرحان، كيقول لبابا كيقول لصحابه هو باغي يقرا. غير المشكل اللي عنده كيخاف وكينسى من الهوايه. لا غير هذيك الهوايه قلنا حنا ديال الرسم. الا دخلتي لدار الشباب ويكون داخل فريق، اما في الرسم اما في المسرح وحتى النادي الرياضه يكون رياضه جماعيه، كيمكن يقدر الذات ديالو. حنا تنساعدوه، هو انت كنبدا نكلفو بالمهام اللي يقدر عليها. واش ممكن تجيب لي الله يرضي عليك السيونس ما شاء لك البطل ديالي؟ دائما نشجعوا شجعوا شجعوا التشجيع. انا قلت لك راه 50 راه هضرنا عليها حتى ل 50 مره انني نشجع ونمدح ولدي، وراه ما يكون غير الخير باذن الله. هذه المساله ديال النسيان لاله فاطمه دائما في نفس الاطار، صحيح انه دراسه الموسيقى في هذا السن هذا ممكن انها كتفتح واحد الجهه من المخ وبالتالي يولي عنده تركيز اقوى. اكيد عندنا واحد الخبر صار المشي يقوي الذاكره، المشي يقوي الذاكره، وفي الصباح ياكل التمر وياكل الزبيب، ياكل التمر وتاكل الزبيب باش يقوي الذاكره ديالو. تركيز. تركيز، ولكن حنا قدامه ما نبقاوش نقولوا ليه وانت ما كتعقلش، ما نرسخوش هذه القضيه ديال انه تينسى ابدا. فهمتي لا؟ لان اللاوعي راه تياخذ داك الشيء اللي كتخبريه وتيقتنع بانه تينسى، لا لا راه ما تينساش، انت ما شاء الله عليك تبارك الله عليك. التمر والزبيب ولا مارش، لا مارش، إلا قدر يوميا لا مارش، خرجي معاه من يجي من المدرسة نخرجوا وكأننا في الاسترخاء تنتمشاو وتنضحكوا وتنعودوا الحكايات ونتفكروا. نعم ماشي نخرجوا وحنا تنقولوا والقراية كي درتي مع القراية واش كاين شي حفظ، لا 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 حنا فرحانين كنستمتعوا بالنعم ديال الله. شكرا لالا فاطمة من سلا. نمشيو لعين توجدات ومعنا زينب. مرحبا بك لا زينب. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. كدايرة أختي لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. مرحبا. الحمد لله. بغيت أختي نهضر مع الدكتور. طبعا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أسيدي. عندي واحد الوليد عنده شي وليد تبارك الله راه شاب عنده 22 عام ما شاء الله، وكان متفوق في الدراسه فاش كان معانا، كان متفوق في الدراسه وداك الشيء، خدا الباك بالمونسيون ودخل لواحد المدرسه زوينه، ومن بعد مشى مدينه بعيده علينا. بقى هو عنده اساسا الادمان على الحاسوب. وبقى تيبات قصر ويصبح ناعس وما تيقراش، عام تينجح عام تيسقط عام بحرا تينجح. دابا الدوزياماني راه عاوتاني سقط هاد العام، وراحناش غنقول لك في حاله راه ما يعلم بها غير الله، وما تيعرفش يتصرف حتى الفلوس. بحال دابا تنسردوا له الفلوس اللي عنده تيطبهم شويه تيقول لك سردوا لي راه ما بقاليش فلوس، وزعما راه حنايا راحنا في حاله خطيره. ماشي خطيره كاع على اللازين. والله شوف دكتور والله الا خطيره بالنسبه لي انا، الا خطيره تنشوف الولد هو تيضع، جاتو فرصه ما استغلهاش مزيان، العمر ها هو تيمشي وما عرفناش شنو غنديروا معاه. علاقه ديال مع باه ولات متوتره ولات يرد الهضره على باه.
ولا كيشعر بالحريه اكثر؟ كيشعر بالحريه لالا زين، بالحريه وما كاينش اللي يحكم فيه وما كاينش هذا. وانا دابا انا هذا انا زعما حر غير ما تقولوا ليش الاوامر. اما الواجبات راه ماشي حر فيها، راه مازال نتوما خصكم تخدموا عليا، مازال نتوما تصرفوا عليا. اذا انت مش خاصه الحاله لالا زين، ما بقالناش وقت كثير باش يجاوبك الاستاذ الا سمحتي. واه علاقته خايبه معاه، تنقول له باش نسردوا الولد، تيقول لي ما نعطيش ما قراش ما نعطيش. وانا انا زعما راني انا في المشكل. نعم تفضل. لالا زين، بعض المرات احنا كانت عندنا واحد الحكايه كان ممكن نعطيها لك، انني واحد التلميذ كان ممتاز وجاب نقطه كبيره في البكالوريا باش ياخذ واحد المدرسه باش ما يبقاش في نفس المدينه اللي فيها دارهم. ما كانت اخلاقه رائعه، ملي مشى لذاك المدينه انحراف بشكل كبير. هذه حالات كثيره وقعت. وشنو بحثنا لقينا؟ لقينا ان الام ديالو ملي كانت حامله به كانت رافضه، لان كانت كتقرا في الجامعه بغات تستمر، كيخرج الولد بحال هكاك بانه غير مرغوب فيه. وتقولي سبحان الله. حنا هذا الولد ما غنحكموش عليها لالا زين. اولا 22 سنه ما تقوليش قلتي دري ومن بعد قلتي لا ما شاء الله، لا راه باقي طفل ودرتو ليه الحب. ملي كيسمعوا عنده 22 سنه ما غيعجبهمش الحال. لا كل ما مش غنزيدوا غادي نعلي على 22 30 سنه، باقي طفل ما حدو تحت الرعايه ديالكم. هو دابا هذه الرعايه نتوما بدوني، يعني خاصكم تحبوه بدون شرط توصليه. لالا زين صيفطي ليه دي ميساج كل اسبوع او ثلاث ايام، احبك ضروري يا لالا زين، باش تخلي الصوره ديالك بحاضره. وطلبي من الاب راه ما عندوش حل اخر من انه يتودد الابن ديالو، تيدوز من مرحله صعيبه. احنا ما هضرناش في التفاصيل، خصنا مجموعه ديال المعلومات كيفاش كان عايش. بالحق خصو يدخل في الخط الاب ديالو وما يبقاش يقول لي ما قراش ما نعطيش. لا الحب بلا شرط، انا باقي تنأكد عليها. هذيك تتسمى الرعايه، هو تحت الرعايه ولكن ما يعطيش اكثر من القياس. اكيد هذا هو المشكل اللي وقع لينا باش وصل الدري. اننا شحال واحد تيكون هو محروم تنقول نعوض ولدي، لا قدر الامكان تدليل فشوش. كلما اشتهيتم اشتريتم كنطيحوا في هذا المستوى، ما تيبقاش يقدر الماده اللي طلبت يعطيه ليا وغادي نلوي ليهم يديهم. هو عارفش كيدير هذا مول 22 سنه، ولكن هو ما كيقراش، ما تيقراش غير كان كيقرا بعدا. ما يمكنش دابا احنا الحاجه اللي نطلبوا انه خصو يكون هو متوازن. نعم. لو كان قريب لينا شي جلسه باش هو يرجع ليه التوازن بسهوله، جلسه واحده لو كان ممكن لالا زين تحل المشكل مع الولد ديالك. في ظل هذه المساله بقى ما كايناش، عطيو الحب، صيفطوا دي ميساج. الاب راه غادي يكون واحد التاثير كبير جدا ان لا صيفط ليه ميساج قال ليه احبك. ولا تنسى ولا ما قدرش، الا ما قدرش خصو يقدر، حيت انا تنقول ماشي تنقول واش يقدر، تنقول ما بغاش نغيره. اي واحد قال لي على شي حاجه ما نقدرش، حاولت ما قدرش، لا ما بغيتيش. نعم لالا زينب مشات لالا زينب. لا مازال اعتقد اننا تنبغيوه، فاش تنقولوا له ولدي تنكتبوا له دي ميساج ولدي تنبغيوك وما عندنا غير انت، تيقول لنا راني عارف. وانما غير باش هو يسيطر على نفسه ويركز ويعرف شنو تيدير، ما عارف شنو تيدير. وراه غلط، تيقول لي اماما انا عارف راسي انني غلط، وراه هذا العام غنبذل جهد وغنقرا وغنغنغن. وفاش تيمشي تيعاود نفس التجربه، تيقصر في الليل ويصبح ناعس. هذا هو المشكل. اما حتى الحمد لله زعما شي حوايج خايبه وداك الشيء راه ما تيديرهاش. وعنده المشكل ديال 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 لانفورماتيك، تيحماق على لانفورماتيك. قلنا له اسمح ديك المدرسه ديال التجاره والتسيير واجي نديروا لك لانفورماتيك هنا قريب علينا. قال لك لا راه مهمه. قلنا له عرفناها مهمه، كنت انت ولدي مهم وقرا فيها وخذ ديبلوم ومن بعد خذ. تيدير دي لوجيسيال، تيخدم تيدخل حتى الفلوس، تياخذ دي مارشي وتيخدم عليهم وتيدخل الفلوس. ما شاء الله عليك تبارك الله عليه. لالا زينب انعم دكتور، انا تنقول لك كثروا الحب، الميساجات العطاء بينكم كاين في الصوره. الافراط في الحب اللي داير له هذا الشيء ابدا. انا غير واحد ابدا. لالا زينب انعم دكتور ابدا. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الحب 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 الى راه باقي ما زدتيش، غير زيدي بلا قياس بلا حساب. توحشناك بغيري، قلبوا على الكلمات ديال المشاعر، ما تنعرفوش نعبروا على المشاعر. ايوا دكتور تعلمنا منك الحمد لله. ايوا غير كثري ليه. شكرا لك سيده زينب من عين توجدات، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا لكم. اذا الاستاذ جمال الدين السديدي المستشار التربوي والاسري، نتلاقاوك ان شاء الله غدا وموضوع اخر خاص بالتحديد. مرحبا.